اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم الدراري. فيديو جديد، فيديو ديال اليوم على منصه استثماريه. الشباب غادي يشرحوا الطريقه التسجيل فيها والدرا وكذا والى اخره. عندنا اللغه، اختاروا اللغه، خليوها لونجلي. ايميل مود باس، تعاودوا مود باس ديالك، انا كود دري فيلر، رقم الهاتف كذلك نفس الديكور. انا عندي حساب في الموقع، الموقع فاش كنسجلو كعطينا 58 دولار. ايه 58 دولار في اي بي رقم واحد، تيخصنا ديبوزيو 8 دولار. اوكي شباب، 58 هادو راه غالطين، كيعطيك 100 دولار، كيخصك ديبوزي 8 دولار. المهم شوفو انا واش مصحين داكشي. داكشي 58، ما عليناش. المهم انا عندي في اي بي رقم واحد، غادي نشوفو هنا كومباني بروفيشنال، داونلود ابليكاسيون، ودراو ديبوزيت. في اي بي كاين في اي بي 0 حتى في اي بي اللي هو 5، ممبر ليست الدراري، نوتيفيكاسيون ديالو والى اخره. عندنا اول حاجه اللي هي الفي اي بي تاع الدراري، غطيو رفعوا ليا راسي اخويا، غنذبحهم ندير بهم شي طاجي. هنايا غادي نديرو ديبوزيت، كوبيو ليا مشيو عندنا الوالد، باسير الوالد هنا اكستند، وهنا نديرو الاخوان شحال بغينا انا نصيفطو للموقع. اوكي ديال اسند، من بعد غادي نجيو نديرو روشارج كومبليت، غادي يوجهنا لواجهة الموقع، غادي نبركو على لي طاسك ندوزو. عندنا 0.24 الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهذوك الاخرين 5 عاوتاني ديال الفي اي بي 0. انا كنت دخلت الفي اي بي 0 وخرجت. اليوم عندي 10 ديال لي تاسك. دابا غادي نمشيو للويدرو. الويدرو عندنا جو 1.28، غادي نجيبو الوالت ديالنا الدراري كما عارفين دائما. باسيو الوالت هنا، غنديرو 1.28 والباسورد ديالنا، نديرو ويدراو. ويدراو هي دازت الاخوان، غادي نتسناو حتى توصلنا، نكملو الشرح ديالنا في الموقع. هيا وصلت، هيا الشباب، 1.28 الاخوان. هاد الواجهة دابا هادي راها مشروحة. هنا الى جينا نقدرو نلقاو بلي راه حنايا خرجنا شي حاجة فهاد ممبر ليست، مطلعيناش. هنايا لي ميسيو لي باقي مدايزينش، هنا لي طاسك دوزناهم الدراري. عندنا التيم ديالنا هنا، تكوبي الكود ولا ليا. عندنا هنا الفي اي بي تاع الاخوة لي دايرين في اي بي لي هو 0، كتربح منو 0.08، و في اي بي 1 1.2، ويا غدا الاخوة. عندنا هنايا هي فيرونس انفستمنت، فيرونس ريكورد، انفستمنت ريكورد، ترانسفير اكونت، موديفي باسورد ديال الدخله وديال الويدراو. الاخوان طبيعة الحال بغيتي انك تويدراو. المهم الاخوان كاع كلشي مشروع في الموقع، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك، تهلاو.